مع بعض فكرة جميلة جدا من علبة السمنة الفاضية. خليكم معايا عشان تشوفوا الفكرة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل فكرة حلوة قوي من علبة السمنة. الأدوات اللي هنحتاجها، هنحتاج علبة سمنة فاضية أي مقاس وقطعة قماش، أنا معايا طرحة قديمة، وإكسسوارات للتزيين، المقص، وهنحتاج مسدس الشمع. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هغلف علبة السمنة بقطعة القماش اللي معايا، هاخد المقاس وهغلفها. أخدت مقاس علبة السمنة على قطعة القماش وقصتها على مقاس علبة السمنة بالظبط. دلوقتي هلزق قطعة القماش على علبة السمنة وهدخل الزيادة في علبة السمنة من فوق. القماش بتاعي خفيف جدا بحيث ان انا لما اجي احط الغطا، الغطا هيركب عادي. لو القماشة تخينة هنلزق من تحت عشان لما نيجي نحط الغطا ينفع يتقفل. هلزق هلزق بالمنظر ده كده. الزيادة هدخلها في علبة السمنة في الآخر خالص. وأنا بلزق هتني الحروف عشان ما تنسلش. بشد وانا بلزق. بشد عشان القماش يبقى مشدود. هلزق الحرف. هتنيه. زي ما قلتلكوا عشان ما ينسلش. وبشد وانا بلزقه. اهو كده. هاجي للعلبة من تحت. هقصقصها كده. عشان اعرف الزقها. هلزقها كده بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، هتلزق معايا بسهولة. خلاص لزقت القماش من تحت علبة السمنة. هاخد الزيادة وهدخلها من جوه وهلزقها برضو. أول حاجة هحط الشمع وبعد كده هدخل الزيادة.
خلاص دخلت الزيادة زي ما انتوا شايفين ولزقتها من جوه. هزين علبة السمنة، هحط عليها اي زينة، اي زينة موجودة عندكم. خلاص زينت علبة السمنة زي ما انتوا شايفين كده، اي زينة عندكم. هجيب الغطا هعمل فيه فتحة في النص كده، بصوا انا بستخدم مسدس الشمع عشان السخونية هتسيح البلاستيك. عايزة فتحة كبيرة في النص. بوسطها بالمقص زي ما انتوا شايفين كده، حلوة قوي كده. هكسي الغطا وهعمل فتحة برضو بالقماش. اخدت حتة قماش هلزقها وهقص الزيادة. هلزقها كده اهو بالمنظر ده وهقص الزيادة. خلاص قصيت الزيادة هعمل الفتحة اهو المنظر ده. وبلزق من جوه. اهو كده شايفين. طبعا الشمع دوت احنا هنداريه، هنزين دلوقتي. هعمل شريط دايرين داير حوالين الغطا وهلزقه. اي شريط موجود عندكم خلاص لزقت الشريط على الغطا دايرن داير. دلوقتي هزين الغطا. اهو يا حبايب قلبي بعد ما زينت الغطا بصوا شكله جميل ازاي. اظن الفكرة وضحت دلوقتي. انا عملت منظم للاكياس، هي الاكياس اللي بتبقى في المطبخ مكركبة الدنيا. دلوقتي هنطبق مع بعض الاكياس زي ما انتم شايفين بالمنظر ده اهو كده. وقبل اخر الكيس عند الايد كده بسيب الايد وبشبك فيه الكيس التاني. شايفين بالطريقة دي.
سهل خالص. نخلي الايد، بشبك الكيس في الايد كده بالمنظر ده. كل الاكياس بعملها بنفس الطريقة، بسيب الايد وبشبك فيها الكيس التاني. اهي الاكياس، وبخلي الايد دي طالعه كده. بجيب المنظم بتاعي، احط الاكياس بالطريقه دي، وهحط الغطا، اطلع ايد الكيس اهو، شايفين؟ هنشد الكيس الاولاني، هنلاقيه شابك فيه الكيس التاني. هي دي فكرة النهاردة، يا رب فكرة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم طريقة عمل منظم من علبة السمنة الفاضية، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.